سيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لزيارتها للمركز العام للهلال الأحمر المصري مرتين السنة دي. وقالت القباج خلال مؤتمر صحفي لجامعة الدول العربية من مقر الهلال الأحمر المصري بشأن تدشين قافلة مساعدات لغزة، قالت إن الزيارة حملت تواصلا ورقيا ودعما ومساندة لرسالة الهلال الأحمر المصري في كل أنحاء الجمهورية وخارج الدولة المصرية. نتوجه بالشكر والتقدير للسيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم فخامة السيد رئيس الجمهورية لتشريف سيادتها بزيارة المركز العام للهلال الأحمر المصري مرتين هذا العام، وقد كان لهذه الزيارة بما تحوي من تواصل ورقي ومن دعم ومساندة لرسالة الهلال الأحمر المصري في كافة أنحاء الجمهورية وخارج القطر المصري وفي كافة الدول الغربية والعربية، وبمشيئة الله مستمرون في هذا الدعم والتلاحم التطوعي من أجل خدمة ومساعدة ونصرة قضايا الإنسانية أينما كانت. ومن المتوقع أن نرسل دعمنا للشعب الفلسطيني، في النهاية بنرسل دعمنا للشعب الفلسطيني واحترامنا وتقديرا لصمودي وبسالتي، والنصر قادم إن شاء الله. بتلك الكلمات دشنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية من مقر الهلال الأحمر المصري بالقاهرة قافلة المساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري. تتضمن القافلة مواد إغاثية ووسائل إعاشة عبارة عن أغذية ومياه ومستلزمات عناية شخصية وأدوية ومراتب وبطاطين، يتم تقديمها بمبادرة مقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق. ويأتي هذا من منطلق الدور الإنساني الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم شعب غزة الصامد والباسل جراء الهجوم الغاشم على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء ومن الأطفال والنساء والشيوخ العزل وارتكاب أعمال منافية للمواثيق والعهود، إلى جانب ما يمكن أن نطلق عليه جرائم ضد الإنسانية. وتمد مصر أواصر الشراكة والتعاون بين مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وبين جمعية الهلال الأحمر المصري لدعم أهالي غزة بالمساعدات الإغاثية والطبية. وتم التنسيق بشأن هذه المبادرة الإنسانية المقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وهو دعم يقدر بحوالي 400,000 دولار لشراء مستلزمات طبية وإغاثية وفقاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي أقر بتخصيص مبلغ مالي لهذه المساعدة، ويتم ترتيب وتجهيز وتعبئة المعونة بواسطة متطوعي الهلال الأحمر المصري، ويتم تسليم هذه المساعدات التي ستنقل خلال أيام قليلة بمصاحبة فرق الهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة عبر المعابر المتاحة. تلك الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر سياسياً وإنسانياً من أجل وقف الحرب في قطاع غزة وتنسيقها الدؤوب لدخول المساعدات العاجلة والاحتياجات الطارئة للشعب الفلسطيني في القطاع، مع التأكيد على أهمية استمرار تدفق هذه المساعدات لتلبية الاحتياجات خصوصاً الطبية والأدوية المنقذة للحياة لإمداد المستشفيات بها بشكل طارئ، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الطبية للإصابات التي تصل إليها عبر معبر رفح. تأتي هذه الجهود خاصة وأن غزة لم تعد كما كانت بعد أكثر من 40 يوماً بسبب ما قامت به القوة القائمة بالاحتلال من شن جرائم الحرب المخالفة لكل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وانتهاك حقوق الإنسان، وقد أدت إلى تدمير ما يقدر ب 45% من الوحدات السكنية في قطاع غزة، أي حوالي 41,000 وحدة سكنية. هذا بالإضافة إلى إلحاق الأضرار بأكثر من 222,000 وحدة سكنية أخرى و279 منشأة تعليمية، أي ما يعادل أكثر من 51% من إجمالي عدد المنشآت التعليمية في قطاع غزة.